FM. بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على FM أحلى راديو. تحياتي، مرحبا لكم فولنس كلها. أهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من بتوقيت غرينيتش. توا 6:02 بتوقيت تونس، 5:02 بتوقيت غرينيتش، حلقة الأربعاء 15 فيفري 2023. شان نهاركم فل، شان نهاركم ياسمين، كيفكم تعبين شوية؟ عملوا شوية سبور قبل ما تبدأوا نهاركم. مانيش عارف، الدنيا مازالت باردة، الشتاء صبت في بعض البلايص في تونس. تاخذوا فكرة أكبر على الميتيو متاع اليوم، 7 متاع الصباح إن شاء الله. مرحبا بكم في سويعة من زمان، نحكيوا فيها كالعادة على الأخبار العالمية. سيبون تعدينا سان فالنتان، البارح كان يوم مهم للعشاق، أما كان يوم أهم لعاشقي كرة القدم، عودة ربيعة الأبطال الأوروبية. كنا نتخيلوا أنه ماهوش مش يلعب الجمعة كاملة، وإحنا نحكيوا على غياب مبابي وعلى غياب ميسي، زيادة في الأخر لعبوا زوز، أما البي جي ما نجمتش تخرج بالانتصار، ما نجمتش حتى تخرج بالتعادل على ملعب الأمراء، على ملعب البارك دي برانس ضد البايرن ميونيخ. باش نحكيو على عودة رابطة الأبطال الأوروبية، البرنامج اللي يستنى فيكم اليوم، اليوم شوك في البطولة الأنجليزية، زادة للي مغرومين بالبريمير ليج، باش نحكيو في التفاصيل هذية الكل بعد شوية. باش نحكيو زادة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار اللي دارت في 24 ساعة الأخيرة. فرح باش تحكينا على الدور متاع الريزو سوسيو جوستمون في إنقاذ بعض الضحايا من تحت الأنقاض. قلنا برشا مرات أنه الخاصية لسبيسيفيسيتي متاع الكارثة هذية متاع الزلزال هذية ربما ما هوش الأقوى عبر التاريخ، ربما ما هوش الأقوى في المئة سنة الأخيرة، أما هو هي الكارثة بلتو اللي تبعناها الأكثر ويمكن عشناها الأكثر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش نجمت ولا نجحت مواقع ولا ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إنقاذ بعض الضحايا من تحت الأنقاض؟ التفاصيل مع فرح اللي باش تحكي لنا زادة على كائن غريب جنرال ما منحبوش نحكيو عليه لا في الصباح لا في الليل، احنا ياكور مو في الصباح، دونك مانيش نقول لكم توا، تقول لكم عليه فرح. كائن غريب في مهمة لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا، باش تحكي لنا زادة فرح على معجزة خروج أحياء بعد 200 ساعة من تحت الأنقاض. ما زالت والحمد لله كل يوم قاعدين نسمعوا في ولا نقرأوا في عناوين في صفحات، نرجع ونقول تحب تربح أكثر متابعين وتربح أكثر جيمات وأكثر بارتاج، أكيد يقول لك سي بون، انتهى زمن الأنقاض ومررنا إلى انتشال الجثث. لا، ما زالت فما عبيد حية وطوميو، وما زال فما برشة فرق إنقاذ قاعدين يعملوا في معجزات كسوسوا في تركيا وإلا في سوريا، وما زالت العبيد قاعدة ربي يكتبلها عمر جديد حتى بعد 200 و210 ساعات بعد الزلزال. باش نحكيه على المعجزات هذية، باش نحكيه على فيديوهات يوثقوا زادة عملية بيع المعونات في الأسواق السورية. الحقيقة من اللي مفبرك في الحكاية هذا، برشا عناوين في برشا قنوات إخبارية عربية خاصة البارح، ربما عندها أجندات معينة باش نحكيو فيه الموضوع مع فرح. يقول لك فما برشا معونات مشيت لسوريا ونظام بشار الأسد خليها عنده، معطهاش لضحايا الزلزال. وفرح تختم بطلب غريب عجيب من رئيس كوريا الشمالية بخصوص اسم بنته. في أخبارنا قلنا باش نحكيو كورة، باش نحكيو على حدث ربما قد يغير المسار الجيوسياسي في المنطقة ككل. روسيا تاخو موافقة من عند الجيش المجلس العسكري السوداني ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر. دونك قاعدة روسية في السودان تنجم تبدل كل المعطيات في المنطقة. باش نحكيو ونرجع نحكيو على الأجواء المشحونة في الكيان الصهيوني، أخبار قاعدين نتبعوا فيها خاطر لازم نتبعوه، على خاطر لازم نعرفوا شنو صاير على أرض العدو، شنو هي التطورات متاع الاحتجاجات اللي عندها 6 أسابيع واللي ما فماش عليها كوفرتور ميدياتيك كبيرة، أما قاعدين نحاولوا ديما نحكيو لكم التفاصيل متاعها لأنه مهم مرة أخرى أنك تعرف الحالة متاع العدو متاعك كيفاش. وباش نحكيه على حملة اعتقالات مش في تونس،
حملة اعتقالات في تركيا ضد شكون؟ ضد المقاولين والمهندسين المسؤولين على البنيات اللي تحت. فما شكوك كبيرة انه فما تلاعب بكراس الشروط، والكونستا بعد ما بردت العقول شوية يقول لك عدد المباني اللي طاح اكبر برشا مما هو متوقع مهما كان قوة الزلزال. مرحبا بكم، هذه بتوقيت غرينيتش، وتفكروا ديما ربي يقول ان مع العسر يسرا. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على EFM احلى راديو. مرحبا بكم من جديد، هذه بتوقيت غرينيتش، توا 6:13 في تونس حتى لسبعة متاع الصباح. باش نحكيو على الاخبار العالميه اليوم، باش نحكيو سياسه، باش نحكيو على حمله الاعتقالات في تركيا، وباش نحكيو طبعا على عوده رابط الابطال الاوروبيه. اما البدايه كالعاده بالليتيتر، العناوين اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم في 24 ساعه الاخيره. صباح النور فرح. فيفا هو منتا خالد، رجعنا عدنا. هيفا عودها، هيفا هو منتا، هيفا هو من الكوبي ذي. لا فما، هي لغة كوبية قولي لي فما ممكن نتصورها، فما ما نعرفش عندهم لغة أصلية متاح في البرازيل باش يحكيوه ما بالبرتغي. صحيت صحيت فرح به. كان هذا الكويز تاع اليوم به. عودها الفازة، هيفا هو منتا، هيفا هو منتا. في آسيا، في الأوروب الفوق، اي في الشمال، سويد قريب، فنلندا، 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 فنلندا. عندهم لغتهم فنلندا، وحدهم عندهم لغتهم الفنلندية. فنلندا ربي يسترها من الحرب. فنلندا على الحدود مع روسيا وتحب تدخل الناتو، دعاء ما شعلنا فيه تنحكي فيه بعد مواضيع عادية. خلينا توا مع عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية باش تكون بالزلزال. مسرة تحكي على الزلزال، ولازم تحكي على الزلزال فرح. دوك منصات مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ الضحايا من تحت الانقاض، كيف ذلك؟ دونك تحاولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي نوعا ما لطوق نجاة وقت زلزال تركيا وسوريا. برشا ضحايا استعملوا لي كونت نتاعهم باش يعملوا فيديوهات، والا يحلوا حتى لايف باش يحدوا الموقع نتاعهم باش يطلبوا المساعده. رينا برشا فيديوهات على طول الجمعه تحكي على حاجات كيما هكا، وبرشا نجموا ينقذوهم بالطريقه هذه، كيما الطفل الصغير اللي لابس بالاحمر عمل فيديو وهبط فيديو وقال ما نعرفش اسكو باش توصلوا تشوفوه الفيديو ولا لا، المفيد عاونوني، وبعد سويعات تم انقاذه. هبط فيديو على فيسبوك، اي هبط فيديو على الكونت نتاعو وتفرجوا فيه برشا عباد ونجموا يلقاو اللوكاليزاسيون نتاعو وانقذوه. ديجا برشا عبيد ديجا عملت هكاك، ريت لي ريزو سوسيو. مش الايامات هذي، لا من الاول بالكل، اول ما صار خاطر يوفى الشارج. الحاجه الباهيه اللي مو عندهم شارج والريزو خدم اوكو، معناها تكسروا معناها الوحدين نتاع الريزو والكل، الحمد لله. دونك وبعد سويعات تم انقاذ، وكما قلنا وزاد فما برشا عائلات نتاع المنكوبين استخدموا الطريقه هذه باش يلقاو اللوكاليزاسيون نتاع الاشخاص المفقوده من عائلاتهم، وكان طريقه ناجحه برشا باش نجموا يمنعوا برشا عباد جاي لبالهم انهم يعاونوا رواحهم باي طريقه. من جهه اخرى زاد لي بلاتفورم هذوما تحاولوا المنبر لجمع التبرعات الدوليه، ولا حتى على الصعيد الشخصي كيما مساعدات تتمثل في الاستضافه والا نقل الناجين. شنو معناه في الاستضافه ولا نقل الناجين؟ معناه عباد هبطت على الكونت نتاعها تقول انا نحب نعاون العباد كلكو سوا، معناه نمشي معناه نهزهم للسبيطارات ولا ننقذهم في تركيا بيد ها؟ في تركيا اي، والا نستضيفهم بحذايا في الدار لين معناه يلقاو الحلول بعد ما دمرت المنازل نتاعهم. خارقه العاديه باهي سوليداريتي، معناه نرجع نقولوا عندك مشكله مع تركيا كسياسه كاللي هو ما مش موضوعي، اما السوليداريتي اللي يوريوها الاتراك مع بلادهم في كل ازمه. نفكروا ازمه انهيار الليره مقابل الدولار وشنو عملوا الاتراك، كيفاش انسهزوا ذهوباتهم للبنوك وغيره. دونك فما اون سيرتين سوليداريتي عن شعب هذايا تذكر فتشكر، وشفنا منه برشا مظاهر كما كان تحكي فرح في الزلزال هذايا. به دونك مواقع التواصل الاجتماعي فينا المو مش خايبه، عاونت برشا في انقاذ ضحايا الزلزال في تركيا. باش نبقى ونحكيو على الزلزال، حيوان غريب في مهمة لإنقاذ الضحايا في تركيا وفي سوريا زاد.
دونك كما قلنا عملية الإنقاذ ما زالت مستمرة والبحث على المفقودين ما زال متواصل في أسبوعه الثاني. فرق الإنقاذ استعانت ملول بالكليب مدربة باش يلقاو الناجين، وبعد ما بدأ الأمل ينقص بشوية بشوية باش يلقاو ناجين أخرين، هوني جاء دور منظمة اسمها أبوبو المختصة في تدريب الفيران اللي تشارك في عملية البحث، خاطر عندها قدرة توصل للبلايس اللي تصعب على الكليب اللي هما يوصلوا لها. دونك كيفاه تتم العملية؟ كيفاش؟ دونك ياخذوا فار ويحطوا كاميرا على سكادو، ويحطوا الكاميرا هذيك تنجم تبعث تصاور وفيديوهات وديزونغوجيسترمون بالصوت بالوقت الفرق الانقاذ، وكيك هما ينجموا يلقاو اللوكاليزاسيون نتاع العبيد وينقذوهم. هذا دور الفيران. دونك زاد الساك فيها مفتاح ينجموا الفيران يجبدوه باش يحدوا به موقع الناجين تحت الانقاذ. لحظة عودة جملة. دونك الساك هذيك فيها مفتاح. أيه. المفتاح هذاك نجم يجبدوا الفار ويحطوا بحذا العبد اللي لازم ينقذوه. دونك فيران مدرب هذا. اي فوالا. هذايا حسب أبوبو اللي هي الشركة اللي درب الفيران هذوما. دونك وعملية الاستعانة بالفيران الحقيقة موجودة من أكثر من عقد باش يكتشفوا الألغام الأرضية في أفريقيا، خاصة اللي هما عندهم حاسة شم قوية برشا. وعملية التدريب نتاعهم مازالت مستمرة حتى يوليوا جاهزين للعمل الميداني. دوك فار يركبوا له كاميرا فوق ظهره يحوس وين يلقى ضحايا يحط بحذاها مفتاح. ايفكتيف مو باش يلقاو لوكاليزاسيون نتاعو. خارقة العادة. خارقة العادة. ريت الفيران مش ديما تخوف او كتعاون امور. يقول روحك؟ ليه العباد الكل تخاف من الفيران. باه صحيت انت لقد لطف عليك. معناها تتصور اللي تحت الانقاذ في الحالة نتاعو هذيك ويزيد يجيه فار باش يخاف ولا؟ باش يخاف نتصور باش يخاف. ياي فوالا. فوالا. اما شنو باش يعمل معناها؟ هو جاي يعاون فيه قريب يقول له سامحني راني والله جاي نعاون فيكم مش نعملك حتى شيء معناها. والله خرق العادة. العلم محليها. العلم محليها. دونك نعاود نفسر الفكرة. الفيران يحطوا لهم كاميرا فوق دوراتهم يبداو يحوسوا باش ديجا فرق الإنقاذ تشوف شنو قاعد صاير لوت، على خاطر نعاود نفسر الحكاية. فهم برشا مش فاهمين كيفاش العباد قاعدة تخرج حية بعد 200 ساعة وبعد 220 ساعة إلى آخره. راهو كيتيحوا ديار، شفت بكل دوكيومونتير هنا في الأيام هذي على الحكاية، كيتيح العمارة فما سيرتان مومون اللي عندهم زهر فما فضاء يقعد ما بينهم هما وما بين ما بين الركام، معناها ما بين الحطام ما بين البني ما بين اللي هو، على خاطر بريتو بني ساعات بلاندي مش بلاندي ساعات كيفاش يقولوا حاسيلو تنحكي على القولات فوالا حاجه كاسحه معناها. دونك يبقى لهم فضاء فما عباد حتى يوصلوا مكل النقب الصغار يعديوا لهم ماكله يعديوا لهم ما اكسيتيرا. دونك اسرت مومون يعرفوهم حيين ويبداو لازمهم ينحيوا الحطام من فوق لفوق، معناها ما ينجموش يدخلوا من نجموش. اي فوالا ما نجموش يهزوا الحكايه بالاول. دونك فما عمارات مثلا 8 ايتاج تاعها فوق بعضهم يبداو يفرغوا ينحيوا بالايتاج ويشوفوا في كل ايتاج اسكو فما حي احياء والا لا، وفما اللي تقام لوطه بالكل. دونك لازمهم يستناو برشا دونك يعرفوه حي ويحاولوا يوصلوا له ما يحاولوا يوصلوا له ماكله ساعات ما يعرفوش وما يوصلولوش حتى شيء، ساعات يتوقفوا ساعات يخرجوا حيين وشفنا معجزات. اي جوستمون احنا مازلنا مواصلين نحكيوا على الزلزال ومازلنا نحكيوا على المعجزات اللي قاعده تجينا من زلزال تركيا وسوريا. حصيلة قتل زلزال تركيا وسوريا إلى حد الآن 37 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح، وملايين المتضررين اللي ديجا حكينا عليهم اللي هما في حصيلة أولية 23 مليون، وألاف الديار اللي اتدمرت ومهدة بالانهيار زيدا. أما بالرغم من مرور أكثر من جمعة الحادثة ما زالت الهزات الارتدادية مستمرة وحتى بعد بعض الزلازل الصغيرة. الزلزال هذا باش يرسخ في ذهن كل واحد شهد عليه والا تفرج وواكب احداثه على طول المده هذه الكل. وكيما باش نتفكروا التصاور اللي توجع والمأساة اللي سببها الزلزال، باش نتفكروا اكيد لحظات ما نجمو نقولوا عليهم ولا نوصفوهم كان بالمعجزه، خاطر توا بعد 10 ايام من الزلزال مازال فما عباد قاعده تخرج من تحت الانقاذ عايشه وفي صحه جيده بعد مرور اكثر من 200 ساعه وهما تحت الانقاذ.
ومن بين فيديوهات عملية الإنقاذ فما فيديو اختطف قلوب العبيد الكل، وهو لحظة الأولى لإخراج طفلة سورية في عمر 5 سنين ضحكت كي شافت رجال الإنقاذ وحملتهم وشكرتهم. فيديو آخر تبرتاجة برشا البنية السورية عمرها زادة 3 سنين ولا حتى أقل، ومن أكثر المقاطع المؤثرة اللي ريناهم كيفاه داخلة تحمل في بوها وتبكي خاطر هما بركة اللي قاعدوا من العائلة اللي فيها 4 صغار ومرته زادة اللي توفيت. والله يشوف نرجع ونقول الزلزال هذا الخاصية نتاعه انه عشناه اكثر من غيره من كوارث طبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على القنوات الاخبارية، طبعا قنوات قاعدة تعمل في خدمة خارقة للعادة، وتحية للصحفيين اللي ما يعرفهمش، تحية للصحفيين الكل اللي قاعدين يخاطروا بحياتهم يمشيوا لأوكرانيا ويخاطروا بحياتهم يمشيوا المناطق التوتر في الشرق الأوسط ويخاطروا بحياتهم زادوا يمشيوا للزلزال، الخطر ماشي على أرض عارف أنه بش يصير فيها بديجا هي مدمرة وعارف أنه بش يصير فيها ارتدادات هزات أرضية برشا في المدة متاع البقاء متاعك فيها. إيكو ميم يمشيوا قاعدين صحفيين، وتحية للفرق للإنقاذ، تحية للطب، قاعدين نشوفوا فيديوهات حتى متاع فرق الإنقاذ التوانسة قاعد تعمل في حالة خارقة للعادة، حماية مدنية وغيره، فرق الإنقاذ الجزائرية اللي قاعدة سبان كونكور، هو ماهيش كومبيتيسيون أما يبدو أنه الأقوى والأكثر جدارة والأكثر اقتدار والأكثر إنجازات في العمليات الإنقاذ هذية، لهم الأمريكان، لهم الفرنسيس، لهم الإنجليز، لهم غيرهم، الفرق الإنقاذ متاع الجزائر قاعد تعمل في إنجازات فيما يخص إنقاذ أرواح الأرواح البشرية في تركيا وفي سوريا. ألور لا، في سوريا العمل أصعب برشا، إيكوميم فما أبطال حقيقيين ما نعرفوهمش، ما نعرفوش وجوههم، ما نعرفوش أسميهم، نعرفو كان بطلة البوز وأبطال البوز البليد، أما فما أبطال حقيقيين في العالم توا قاعدين للإلزيكزيرس وإحنا قاعدين نحكيه، هما ربما ما رقدوش، عندهم 24 48 72 ساعه وقاعدين ينقذوا في ارواح بشريه من غير حتى امكانيات، خاصه في سوريا. وراهو احنا ديما نحكيوا على قله الامكانيات وقله المساعدات اللي وصلت لسوريا مقارنه بتركيا، ما نرجع ونقول راهو حتى المساعدات اللي وصلت لتركيا راهي قليله جدا مقابل مثلا شنو قاعده تعطي الدول الكبيره امريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم للحروبات. ايرلندا تعطي 2 مليون دولار لوكستمبرادي فيسكال، معناها عند برشا فلوس 2 مليون دولار يفطروا بهم فطور صباح في من المنطقه الاقتصاديه نتاع ايرلندا، معناها شويه قلت حياه من شويه بلدان كبيره ومنصبه روحها قاده العالم في وقتنا هذايا. وقت اللي صارت كارثه انسانيه ما لقيناهاش اللي يعطي 6 مليون دولار، امريكا عطت قد يعانيت هي وتونس، فما شوية قلت حشمة وقلت أحياء وقلت معروف قلت مروءة وقلت إنسانية، خاصة من البلدين اللي تحكم في العالم. وهنا شفنا أزمة كورونا، كل واحد ولا روحي روحي ولا ترحم من ميت، لا واحدة أوروبية لا واحدة عالمية لا حد شيء. شفنا حتى عملية قرصنا للماسكويت كانت تتفكر، وللمعدات متاع الأكسجين وغيره، معناها الإنسان في أبشع الصور متاعه في قلب الأزمة. وحتى توا بارح وزير الدفاع الأمريكي يحكي على مجموعة فاقت 50 مليار دولار في العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، أما وقت اللي يصير زلزال ربما هو الأكثر كارثية في 100 عام الأخيرة، أمريكا لعانات متاحة ما تجاوزتش 6 مليون دولار. أنتوكا نتعدي سيدي فيديوهات يوثقوا عملية بيع المعونات في الأسواق السورية. ديجا كما كنت تحكي انت برشا اعانات وصلوا معناها لسوريا وتركيا، اما اللي قاعد يصير غريب برشا، كما نعرفوا وتابعنا طول الجمعه برشا بلدان من العالم الكل تبرعت وقدمت مساعدات كلك سوا مواد غذائيه والا طبيه ولا خطا وحوايج الكل من تركيا وسوريا، اما زعم الاعانات هذم الكل قاعدين يوصلوا للمتضررين والا لا. دونك على مواقع التواصل الاجتماعي رينا برشا فيديوهات على الموضوع هذا، اخرهم فيديو بارتاجيته طفله سوريه وثقت فيها عمليه بيع
الإعانات الإغاثية اللي تم إرسالها للسوق السورية في جراج الست في دمشق تحديدا. والفيديو الحاجة اللي تبهت فيه هي كيفاش عرفت معناها اللي الإعانات ذيك كانت اللي هي الإعانات ذيك جاية من برا، اللي هي كي سألت بيع قتلوا إسكو هذوما هما الإعانات، جاوبها قالها أي. وهي كيفاش عرفت؟ على خاطر شافتهم ماركيت ما عمرها ما شافتهم في سوريا غاديكا، ماركيت من برا أول مرة تشوفهم في عطرية لقاتهم ليه ها في الشارع النصبة. نصبة أي فوالا هكيك نصبين بيهم ويبيعوا في الإعانات اللي جاية من برا. وهني قلت لك هي كيفاش عرفت؟ على خاطر شفت ماركت أول مرة تشوفهم، كي سألت وقالت له إسكو هذوما الإعانات، جاوبها قالها أي، كل معناها أريحية. معنيش الإكستري ليه؟ معنيش الفيديو باهي كاملة. دونك الإعانات المعروضة تتمثل في زيت وخطاء وحليب صغار وبقول جافة وغيره. دونك رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على الفيديو وقدموا انتقادات لاذعة للنظام وعبروا على استيائهم من اللي قاعد صاير في وسط اتهامات النظام بشار الأسد اللي بالفيديو هذا عاودة تصدرت العناوين وين قاعدة تمشي الإعانات من اللي اندلعت الحرب في سوريا. انت صدق؟ انا الحقيقه نجم نصدق هذه، على خاطر تنجم تتوقع اي حاجه من النظام في اي بلاد توا الحقيقه. صحيح، نحسب باش سب بشار ليه ونجيب تزيري اسمع فيك. انت اش قولك خالد؟ ما نصدقش، انا مصدق جمله حتى فيديو هما فما برشا فيديوهات داروا معناها في الجزيره، ابار الجزيره معناها في العربي قناه العربي حتى معناها من الحقيقه باهي ما نحبش نصدق. مش ما نصدقش، ما تحبش تصدق فما فساد في سوريا، الدوله ماهيش متماسكه، نظام الحكم ماهوش شاد الامور بيدي كيما يلزم توسكو تو فو. ايه اما حتى كان وصلت تسرق معونات باش يعطيوها النصابه ينصبوا بها في الشارع، مالا شنو باش يعملوا لهم؟ يعاونوا بها العبد اللي عندهم محتاجين. اي هما فهمتني شنو نقصد، مش باش تجي معونات من بلدان شقيقه او غربيه او اللي هو باش يبيعها في السوق. فهمتني شنو؟ ميم با في السوق الرسمي، معناها باش يبيعها على الكيس. فهمتك. ما نتصورش انه النظام بهذا الغباء. ونرجع ونقول لك مع كل احترامي الاخبار هذيا راجت، شفتوا الاخبار انا ومن الاول البارح نحكيو فيه والا ما نحكيوش فيه، قعدنا نتناقشوا برشا وقلت لك ما نحكيوش فيه، ومن بعد رجعت قلت لك ما يسالش اون لي فوك باش نتناقشوا فيه. ما نتصورش انه النظام بذلك الغباء. والخبر ما لقيته كان الحقيقه في قنوات عندها اجندا ضد نظام بشار الاسد، معناه معاديه لنظام بشار الاسد تو سامبلومون، ربما تكون حامله تشويه. نظام بشار الاسد مقصر في تسهيل وصول الاعانات، ايه. نظام بشار الاسد مقصر في فتح معابر، ايه. نظام بشار الاسد ربما دخل سوريا في عزله سياسيه، متفاهمين. اما نمشي معاك الماء اكثر، نظام بشار الاسد ماهوش قاعد يوزع بالباهي في الاعانات اللي قاعده تجيه من برا لضحايا شمال سوريا. يمكن نظام بشار الاسد ربما جاتوا إعانات لضحايا شمال سوريا، أما هو قال عندي شعبي الكل لنا محتاج نوزعها على شعب الكل. ربما أما يوصل باش يوصل تجيه سلعة يبيعها النصابة ماهوش بذلك الغباء وماهوش بذلك الضعف زيد. فهمتني شنو نقصد؟ كان عطاونا رواية أخرى ربما كانت تكون أفضل. هو كان جيو الفيديوهات هذوما موجودين زادا في تركيا، نقولوا انت تصدقها زادا ولا كيفاش؟ عاود لي الفيديوهات هذيا كان جيو يبيعوا في السلع هذوما في تركيا. آه. تصدقها ساعتها؟ ليه ما تصدقهاش؟ كان جيو الفيديوهات موجودين في سوريا وتركيا الزوز. ليه ما تصدقهاش؟ باه ليه جوستمون فهمت معناها فما حاجه كي يا كلكو شوز كي كلوش والله اعلم وين الحقيقه. مازلنا مواصلين بعد الاخبار وبعد الموسيقى باش نكملوا مع عناوين مواقع التواصل الاجتماعي. نخليكم مع اي اف ام اكسبريس، نسمعوا بعدها سكوربيونز ستيل لافين يو. مازلنا مواصلين في بتوقيت غرينيتش حتى للسبعة امتع الصباح. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم من جديد، 6:37 دقيقه بتوقيت تونس، 5:37 دقيقه بتوقيت غرينيتش. مازلنا مواصلين مع الاخبار، كنا نحكيو على العناوين اللي دارت في مواقع التواصل الاجتماعي على تركيا، باش نحكيو توا على كوريا الشماليه وطلب غريب عجيب مره اخرى
من الزعيم المفدى كيم جون اون. تفضل فرح. دونك زعيم كوريا الشمالية عنده 3 صغار، أما أساميهم وأي معلومة عليهم مش موجود وإلا حتى تشوفوا قبل في الأعلام. توا فما كان زوز بركة ما نعرفوا عليهم حتى شيء، خطر في نوفمبر اللي تعدى ظهرت معاه بنته الأول مرة اللي قدر عمرها بين 8 و10 سنين. ومن وقتها ظهرت معاه بعد 4 مرات، آخرها أيامات قليلة التالي في عرض كبير لإحياء الذكرى 75 لتأسيس الجيش. الإعلام الكوري وصفها بأنها ابنة الزعيم الفاضلة، أما الإعلام الإعلامي شبيك دونك أما الإعلام العالمي وصفها وقالوا اللي هي بنته المفضلة وقاعد يحضر فيها باش تاخو العرش بعده. واللي زيد ممكن أكد التكهنات هذه اللي كيم جونغ يو أصدر طوابع بريدية جديدة، 5 منهم فيها تصويرته هو وبنته. كيما معروف على كيم بأوامره الغريبة أصدر قرار جديد غريب يخص بنته المرة هذه. القرار ينص اللي ممنوع منعا باتا أي واحد يسمي صغيره على اسم بنته اللي هي اسمها جو أي. على أي حد ممنوع اللي هو في كوريا يسمي بنته على اسم بنته هو. باهي، مش هذا بركة، راهو أي واحد مسمي اسمه قبل بالاسم هذاك أيوة. لازمه يمشي يجري للإدارة يبدل الاسم أي واللي يفيق به ما بدلش الاسم ظاهر شنو بشي يصير له. إيش بشي يصير له ترى؟ أكيد بشي يقتله معناه توريت. أي لا لا مش توريت، معناه توريت أنت قداش تصدق ساعات. نرجع ونقوله كنا نحكيه على المغالطات ربما أي. فيما يخص سرقة نظام بشار الأسد للمعونات الدولية لضحايا الزلزال، هذا كيف كيف يندرج ضمن البروباغاند أوكسيدنتال. منيش قاعد ندافع، منيش قاعد نقول اللي كيم جون أون أحسن واحد في الدنيا. أوكي عنده أخويا مهبول سفا أي. وعنده حاجات غريبة وتسكو تيفو، أما ما لازمناش نصدقوا كل ما يتقال على كوريا الشمالية وعلى على كيم جون أون كل ياه وقتل رجل عمته الخطر ما سلمش عليه وهو كبوته تمسخ يقتل المقاولين شنو وهو أقارب وردهم كيفاش يردهم ليكيد فيسي حسيلو الحكايات هذيك الكل ليه. معناها نرجع ونطالب ما يسالش الأستاذ معز بن غربية أنه يخرج لنا الدوكيومنتير اللي عمله على كوريا الشمالية من برنامج من هنا نسيت الحقيقة هون من هنا حسيلو البرنامج هذاك البرنامج تاع الدوكيومنتير اللي التوى ما شفنا منه كان 3-4 حلقات يذولي التوى اللي شفنا حلقة فلسطين التوى اللي شفنا حلقة كوريا الشمالية والتوى اللي شفنا حلقات مهمة جدا وتصور مش ناخذوا معناها ربما فكرتنا مش تتبدل فيها. الراجل مسكر على بلاد وتوسكي ميديا توسكي انترنت توسكي واحد كيفاش قاعده توصل الاخبار هذا يا دقه. معناها الميديا الغربيه تنجم تقول عليه الاساطير والخرافات اللي تحب عليها وهذاك شنو قاعد يصير. احنا حكينا فيه الموضوع متاع حضور بنت ربما مش ربما من المرجح جدا انه يكون قاعد يحذر في بنته كيما ابوه حذر وهو للحكم ومن المرجح جدا كان تقعد تتواصل الامور هكا انه بنته تشد الحكم بعده انتر تون نجم يصير برشا حاجات في الدنيا نجم يعملهم هو نجم يوفى الدنيا هو معناها قبل ما توصل بنته للحكم سالا لي. اما انه يحكم على شعب كامل اللي مسمي بنته باسم بنت الرئيس يبدلها وممنوع استعمال الاسم ذي خرافات. نتصور انها خرافات في الاخر ما نعرفوش الحقيقه من الكذب في الحكايه هذه. اما لازم نش نصدقوا بكل ببساطة باش ما نقولش بلاها الأخبار والعناوين من النوع هذا يبيه مهم أن نحكيه صحيح exactement. أما ما لازمناش نصدقه كل شيء. الرجل غريب، الرجل عنده يعمل في حاجات خاصة عسكريا غريبة فوار تخوف معناه يعمل عرض في العرض متاع الاحتفال بجيش الذكرى 75 لإنشاء الجيش الكوري الشمالي عمل ديمونستراسيون بتاعها 11 صاروخ باليستي قادر انه يهز رؤوس نووية تضرب اي بلاصة في العالم معناها يضربهم هما 11 بركة مشي العالم. هذا غريب وهذا موثق وهذا هو صدره للعالم. اما حكيت بنته وبدلوا اسامي بناتكم واسم بنتي ما ياخذوا حتى حد قالك برشا لهالدرجة تتصوروا معناها إلى دوتر بريوكوباسيون. الراجل ماهوش قاعد يفادلك ماهوش غبي، الراجل زعيم أمة وماسك أمة
الكلها مع بعضها ومسكر عليها الدنيا ومعايش معايش أمه كاملة كيما يحب هو، ومخوف العالم الكل بأمريكتهم وبروسيتهم وبالصين متاعهم باللي تحب أنت الكل، مخوف الدنيا الكل، باش يقعد ليه في تفاصيل متاع اسم بنتي ما يسميه حتى حد، فهمت؟ اي اي ما نصدقوش، سي لا بروباغوند اوكسيدونتال وكهو. هو في المش... هذايا معناها في العرث هذايا هو راهو قال معناها اللي انا نحبش حتى واحد يسمي اسم كيف اسم على اسم بنتي، قالها هو معناها قالها يا بنتي وين ريتو قالها؟ في الاعلام نتاعهم في الاعلام الكوري هما اكدوه كل عام. كانت تفكروا الاولاد في 2006 جو بونس ولا 2010 في الكوب دي مونت خرجت لنا تصاور كوم كوا من الاعلام الكوري الشمالي كوم كوا قاعدين يعاديو في الاخبار نتاعهم اللي كوريا قاعده تلعب في الكوب دي مونت ولا هي مش قاعده تلعب واللي هي ربحت المانيا 7-0 وربحت هولندا 4-1 ودرا شنو مفبرك الكلها فبركة معناها فهمتني شنو نقصد باي معناها هو الاعلام نتاعهم قالق اسبوام شي خرج حاجات كيما هكا يا بنتي ما خرجش مش صحيح معناها انا معناها انا اعلام غربي نجم كوره والاعلام الكوري خرج اللي نحب عليه انا فهمتني شنو نقصد ماهوش صحيح معناها الراجل عنده صواريخ باليستية وقنابل نووية قدامه ودرا شنو مش يحكي على ما تسميوش بناتكم باسم بنتي فهمتني شنو نقصد فهمتك يا ما هو ما عمره ما خرج معناها صغاره للاعلام وكي خرجت بنته هذيا حكينا فيه الموضوع حكينا احنا البارح يظهرلي ولا البارحة الأولى فما خبير امريكي هاو امريكي بشؤون كوريا الشمالية وعالم اكثر شويه من الاخرين باخبار كوريا الشمالية يقول لك سي بوليتيك الحكاية سياسية ويحضر فيها هي اما خاصة سيت ان ميساج قل لك للشعب متاعه اللي انا كزعيم كوريا الشمالية قادر على حماية الاجيال القادمة سي سا لو ميساج بوليتيك وحكينا فيه بارحة الأولى هذايا سي بلوزيبل هذايا يتقال ويتفهم ويتسمع ولوجيك هاني جبت بنتي على خاطر انا نجم نحمي بنتي الصغيرة كيما نجم نحمي بناتكم وولادكم الصغار يا شعب يا العزيز سا سيت ان ميساج بوليتيك سا هذايا عندها اون سينيفيكاسيون الحكي اما ما تسميوش حاسيل باه هاي مواصلين مع الاخبار ميرسي بوكو فاروح احنا باش نحكيو كوره توا نبدلو شويه الجو دوك عوده رابطه الابطال الاوروبيه البارح جمعه كامله واحنا نحكيو على غياب ميسي وامبابي البارح اصبح كنا حكينا على تقارير صحفيه رياضيه تحكي على امكانيه مشاركه امبابي في مقابله البايرن اخر الاخبار قبل سويعات من المقابله كانت تقول انه مبابي ربما يكون رومبلاسون حتى حد ما حكي على مشاركه ميسي اي بورتون ميسي ومبابي زوز كانوا تيتولير في المقابله نتاع البارح المقابله كمام انتهت بهزيمه البي اس جي في البارك دي برانس ضد البايرن ميونخ 1-0 بونتو كينغسلي كومان في الدقيقه 53 التقارير الصحفيه بعد المباراة حكيت على سبب إصرار إمبابي ولا على العودة قبل المباراة والمشاركة في المقابلة هذه وأسمعوا مليح خاطر يقول القائل واحد يرجع قبل وقته برشا من إصابة باش يلعب سك يحب جمعيته برشا ويحبها تربح هو يحبها تربح أما مش منطلق حبه لجمعيته بل بالعكس من منطلق رغبته في الخروج من الجمعية لأنه الاتفاق الصاير ما بين مبابي وناصر الخليفي وإدارة البي اس جي القطرية هو أنه ياخو ان بون سورتي ياخو حق للخروج والالتحاق بريال مدريد في الصيف هذايا اكونديسيون البي اس جي تهز الشامبيونز ليغ قال لهم نحب نخرج قالوا له من الاخر نهزو الشامبيونز ليغ خليوك تخرج على روحك دونك ما هزيناش الشامبيونز ليغ ما نجموش نخليوك تخرج دونك مبابي اصر على الحضور واللعب ضد البايرن مش يحافظ على حظوظ فريقه كامله وطمعا وطموحا طموحا في الانتصار والترشح باش ينجم يهز الشامبيونز ليغ باش يخرج من البي جي مش فقط باش يفرح ويفرح جماهير البي جي في الاخر المهمة لم تنجح كما قلنا والبايرن انتصر في البارك دي فرانس 1-0 مباراة العودة باش تكون صعبة جدا في المقابلة الأخرى في سهرية البارح الثلاثة المقابلة الثانية من دور الثمن النهائي للتشامبيونز ليج الأوروبية الميلان وعودة التشامبيونز ليج للسان سيرو في أجواء خارقة للعادة البارح أجواء ما قبل المباراة
كانت جميلة جدا. المباراة انطلقت بسرعة كبيرة ياسر، والأجواء زادت سخنت منذ انطلاق المباراة، بما أن إبراهيم دياز تمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 7. الماتش باش يمشي هكاكا حتى لين يزفر الحكم نهاية المقابلة 1-1. دونك ميلان توتنهام، مقابلة العودة كيف كيف في لندرا باش تكون سخونة ياسر. اليوم كلوب بروج بنفيكا وبروسيا دورتموند تشيلسي الانجليزي 9 متاع الليل. وكان ما عجبكمش برشا لي زافيش هذوما، سي با دي زافيش بريستيجوز اون فان دو كونت، فما مقابلات اخرى في البطولات المحليه الاوروبيه. ريال مدريد تلعب مقابلتها المتاخره ضد إلشي في سانتياغو برنابيو 9 متاع الليل. كيف كيف ريال مدريد دون لوبليغاسيون باش ينتصر وباش ما يزيدش يعمق الفارق مع برشلونة. برشلونة المتصدر ب 56 نقطة، ريال الثاني ب 45 نقطة، ولازم دونك يرجع في الترتيب. بخلاف ريال إلشي كيما كنت تشوفوا على باش فيسبوك راديو اف ام، اليوم القمة في انجلترا ارسنال مانشستر سيتي 8:30 في ملعب الامارات، قمة البطولة الانجليزية، البطولة الاكثر سوسبانس في الموسم هذا كيما في كل المواسم تقريبا. أرسنال متصدر ب 51 نقطة، مانشستر سيتي الثانيين ب 48 نقطة. أرسنال لعبت 21 مقابلة، مانشستر سيتي لعبت أكثر منها مقابلات، لعبت 22 مقابلة. أما دوك كان ينجموا لي غونرز ينتصروا في مقابلة اليوم باش يوصلوا الفارق لثلاثة نقاط مع مقابلة ناقصة، تنجم توصلهم الفارق 9 نقاط وتعزز حظوظهم في التتويج بالبريمير ليج لأول مرة منذ عهد أرسين فينجر. فاصل صغير، بعد شوية نحكيه سياسة. السودان توافق على بناء قاعدة روسية، أجواء مشحونة في الكيان الصهيوني وحملة اعتقالات لمقاولين أتراك. مرحبا بكم من جديد، سمحوني 56 دقيقة بتوقيت تونس، 55 دقيقة بتوقيت غرينيتش. باش نحكيه توا على خطوة مهمة جدا وحدث ربما في المستقبل نجم يكون فارق في الجيوسياسة العالمية ككل. الأخبار يقول أن الجيش السوداني وافق على إنشاء قاعدة روسية على أرضه، ومش على أي بلاصة من أرضه، نحكيه على قاعدة بحرية على البحر الأحمر قريبة من مناطق التوتر في الشرق الأوسط. وجستما روسيا اختارت السودان لأهمية الموقع الاستراتيجي اللي يمثل منفذ حتى لدول مجاورة كيما تشاد وأثيوبيا. اثنين، نحكي على قاعدة بحرية قريبة من القاعدة العسكرية الروسية اللي في سوريا، دونك عصفورين بحجرة. الزوز بلدان اتفقوا عن طريق المجلس العسكري السوداني، ولازم نستناو تشكيل حكومة مدنية ومجلس تشريعي يصادق على القرار هذايا باش ينجم يدخل حيز التنفيذ. روسيا قدمت الضمانات الكافية باش تنحي مخاوف الجانب السوداني، وزيد اعطاتهم أسلحة ومعدات عسكرية كجزء من الاتفاق. الاتفاق اللي مبدئيا يسمح لروسيا بإرسال 4 سفن، عدد الأفراد فيهم ما يتجاوزش 300، يكونوا قارين غاديكا، وزيد يسمح بحرية استخدام المطارات السودانية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقاعدة، قاعدة مش تنظيم الإرهابي، القاعدة العسكرية. السودان اليوم محكومة من مجلس عسكري، مش نفهموا الوضعية بالباهي في السودان الشقيقة. السودان اليوم محكومة من مجلس عسكري، برشا يسميوه مجلس انقلابي، والفكرة ربما هي أنه المجلس العسكري هذا يفشل، عنده 14 شهر في تشكيل حكومة مدنية ومش منجم يسيطر مليح على الحكم. دونك ربما الخطوة هذية تجي للتقرب، الخطوة ذي متاع التقرب من روسيا تجي باش يركزوا رواحهم أكثر في الحكم. الاتفاق الروسي مش فرحانين به السياسيين المعارضين في السودان، طبعا السياسيين المعارضين لما يسموها الانقلاب في السودان، ويقولوا أنه الميلان للجانب الروسي ينجم يكون مخطر على البلاد في المستقبل. حتى التوى الفكرة مطروحة، تقدموا فيها وفي مشاوراتها برشا، أما شيء مبدأ يتنفذ. هل باش تنجح روسيا باش تسيطر وباش تثبت وجودها وتركز وجودها في منطقة مهمة جدا
في شرق افريقيا وقريبه من الشرق الاوسط والا لا؟ وشنو ينجم يصير كان تحقق الموضوع المستقبل يجاوبنا. باه احنا تو باش نشوفوا شنو صاير في وسط الكيان الصهيوني، على خاطر ديما نقول لكم في البرنامج هذايا انه مهم جدا نعرفوا شنو صاير عند العدو، على خاطر هو بيدو ماذا بيه ما نعرفوش شنو هي مشاكله، ويحب ديما يصدر لنا تصويره متاع الجسم المتماسك القوي اللي خوف. احنا هنا في بتوقيت غرينيتش قاعدين نتبعوا في الاحتجاجات الاجتماعيه والسياسيه اللي صايره في اسرائيل تباعا، وجديد هو انه فيها مظاهرات بعشرات الالاف مره اخرى، والمره هذه قدام الكنيسة مجلس التشريع، كما نقولوا احنا مجلس النواب في اسرائيل. الاحتجاجات كانت ضد تعديل النظام القضائي اللي حب عليه نتنياهو وحكومته، واللي يعطي للبرلمان سيطرة اكبر على المحكمة العليا ويمنع ولا يمنح بلوتو السياسيين نفوذ اكبر في تعيين القضاة. المحتجين يقولوا انهم خايفين من انقلاب الحكومة على القضاء، باش واحد يوليوا يعملوا اللي يحبوا عليه طبعا، اثنين يحميوا نتنياهو بيدو ومسؤولين اخرين من التهم متاع التحيل والاجرام اللي تلاحق فيهم منذ سنوات، واللي نورمالمون راهم شادين الحبس عليها عندهم برشا ما قاعدين يحميوا رواحهم في كل مرة بتيعلة، وتيعلة المرة هذية هي وصولهم للحكم طبعا. باه الاحتجاجات متاع الكنيسة تجي ضمن سلسلة متاع تظاهرات ومظاهرات ووقفات متواصلة في إسرائيل عندها 6 جمعات 6 أسابيع، احتجاجات عندها وزن كبير بما أنه 62% من الإسرائيليين ضد تعديلات حكومة نتنياهو أولا، وثانيا لأنها جمعت لأول مرة اليمين واليسار الإسرائيلي فرض موقف. الرياكسيون تاع حكومة نتنياهو هي أنه الأحزاب اللي تكونها اليمينية المتطرفة دعات الموالين لها زادة للمساندة في الشارع، قالت لهم اهبطوا وريونا المساندة متاعكم واقفوا ضد المحتجين، الشيء اللي اعطانا شارع اسرائيلي يغلي وينجم يصير فيه الديراباج في اي وقت. اي سيدي، مش كان بلادنا فيها حملة اعتقالات؟ تركيا هي زادة شهدت في الساعات الاخيرة حملة اعتقالات كبيرة ياسر. ضد شكون؟ ضد مقاولين ومهندسين معماريين ورؤساء بلديات، والتهمة هي الفساد اللي تسبب في انهيار آلاف المباني وقت وقوع الزلازل. السلطات التركية اعتقلت وإلا تنوي اعتقال أكثر من 100 مقاول، وديجا اعتقلت عشرات المهندسين المعماريين وأنشأت مكاتب تحقيق خاصة بالملف هذا باش نعرفوا الأهمية متاعو. اونيفي خلينا نقولوا بعد ما بداوا يفيقوا شوية من الشوك، بدات تطرح تساؤلات في الشارع التركي على مدى الحجم متاع الدمار اللي صار. صحيح الزلزال قوي، اما في تركيا يعرفوا انهم منطقة زلازل، وعلى هذا فما معايير معينة في البناء. حجم الدمار خلى الناس الكل تتسائل على مدى احترام المعايير هذية من طرف عشرات المقاولين. البحث سيشمل أكبر عدد ممكن من المقاولين، مرورا بالمهندسين المعماريين وصولا حتى لرؤساء البلديات اللي اعطاوا رخص البناء، وخاصة الجهات الرقابية اللي تسهر على احترام كراس الشروط وقت البناء، لأنه كان بنية تطلع من غير ما تكون منسجمة مع الشروط هذية فأنه السيركوي هذايا الكل اللي كنا نحكيو فيه داخل في عملية الفساد. حتى التوا فما مقاول ديجا ثبتت عليه التهمة، 17 تم إلقاء القبض عليهم وبدأت معهم التحقيقات، و113 أخرين هاربين ربما، وإحنا نحكيو فيهم شكون تشدوا فيهم شكون هرب، خاصة وأنه من بين اللي تشدوا ديجا فما شكون لقاوه هارب شدوه إفكتيفمون في المطار. دونك العبادة ذي عارفة انها عاملة جريمة وتحب تهرب تو سامبلومون. ملف فساد كبير ياسر دونك حلته السلطات التركية، يوري مرة اخرى مدى جشع بعض اصحاب المال ومدى اطماع وقلة انسانية بعض المسؤولين السياسيين والاداريين.
وهذا يحيلنا للوضعية في تونس. احنا لا قدر الله كان تصير حاجة هو احنا تصير فيضانات وشوفوا شنو يصير في الكياسات وفي البنيات وغيره. لا قدر الله تصير حاجة تو نعرفه تو يخرج خنار تو نعرفه الفضايح متاع شنو عاملين بعض المقاولين في البنيات الحكومية وحتى في بنياتهم الخاصة. انتوكا ان شاء الله ما نوصلوش للنهار ذاك وان شاء الله يبقوا متخبين وكيركين على عظمتهم كما تقول من ميدي. باي سيدي 56 دقيقة وصلنا لآخر موعدنا في بتوقيت غرينيتش حلقة الأربعاء 15 فيفري 2023. انتهيت بعد شوية بشيكم برهين بسيس وباقي فريق إميسيون امبوسيبل باش يحكيوا على باش يعملوا عودة على تصريحات رئيس الجمهورية حول الإيقافات الأخيرة، باش يحكيوا على زيارة قيس سعيد إلى سوق باب الفلة و على الرسائل اللي تقالت فيها والأبعاد ولقاء بعدد من القيادات الأمنية وتأكيد على علوية القانون. شكرا لكم اللي سمعتونا من الستة متاع صباح. مرسي بكل الليكيب الكل، خليل في الإخراج، سليم في فيما تي في، عبير في الديجيتال، وفرح وإن شاء الله رجل جمني ترجعنا على خير في أقرب وقت ممكن. ردوا بيكم على روحكم مش متمرضوش كما رجل إن شاء الله، قولها ان شاء الله لباس وترجع لنا في فورم. عندكم معتوى مع جيين في الميتيو الاخبار مع أميرة العجيلي وبعد يجيكم برهان في ايميسيون امبوسيبل. نهاركم زين وتحياتي. بعد شوية يجيكم برهان بسايس في ايميسيون امبوسيبل.